استعدادات المنتخب استعدادات جيدة بدأت منذ بداية العام، وبالتحديد في يوم 3 هذا الشهر، وخاضوا المنتخب الوطني مباراة تجريبية مهمة أمام المنتخب الكوري واللي خسرنا بها 1-0، ولكن من خلال هذه المباراة اطمئننا على وضع المنتخب في هذه المباراة. على العموم كان بالإمكان أنه تكون النتيجة أفضل مما ظهرت عليه، ولكن على الأقل أنه كانت تجربة مفيدة جدا، وأنا أعتقد أنه كانت الفائدة بها كبيرة. على العموم بالتأكيد طموحاتنا طموحات كبيرة، لكن يجب أن نكون واقعين ومنطقيين بأن منتخبات آسيا الآن منتخبات قوية جدا، خاصة الفريق الياباني، الفريق الكوري، وحتى فرق إيران وأستراليا، أما بقية الفرق أنا أعتقد كلها بمستوى واحد. بالتأكيد طموحنا أن نوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة، رغم احترامنا وتقديرنا العالي لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة، وحتى المنتخبات اللي تكلمت عنها واللي قلت هي منتخبات كبيرة. بالتأكيد أنه أنا حريصين على أن يظهر الفريق العراقي بأفضل صورة إن شاء الله. أتمنى ذلك. أنا قلت لك الأمر صعب جدا، لكن ماكو شيء مستحيل في عالم كرة القدم. كرة القدم تحترم وتنطي للي ينطيها داخل الملعب، وبالتالي أنه ثقتنا كبيرة بشبابنا أنه يظهرون بالصورة اللي تشرف الكرة العراقية إن شاء الله. ولكن بالتأكيد أنه طموحنا كبير في أن تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، وتكون هاي البطولة أيضا هي من ضمن الاستعدادات حقيقة للوصول إلى كأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة إن شاء الله. موضوع توفير كل ما يحتاجه المنتخب تعرف من شهر 1 من العام الماضي، يعني من العام الماضي بدأ هي كل الظروف اللي يحتاجها المنتخب الوطني، بدءا من كأس الخليج وما بعد كأس الخليج ضمن أيام الفيفا داي، خلال معسكرات، من خلال المباراة التجريبية القوية اللي خاضها المنتخب، من خلال مشاركات في بطولتين وديتين. لذلك أنا أعتقد كل ما احتاجه المنتخب وفرنا لهم، لله الحمد أنه أول مبارتين في تصفيات كأس العالم حصلنا على 6 نقاط أمام إندونيسيا وفيتنام، وهذه أيضا لها دفعة قوية. ايضا مباراتنا وكرر مباراتنا امام كوريا الجنوبيه كانت مباراه جيده، فيها الكثير من الامور الايجابيه وايضا فيها بعض السلبيات اللي ظهرت في هذه المباراه، واللي المدرب وكادر التدريبي بده يعمل على يعني تجاوز هذه الاخطاء اللي وقع بها الفريق في هذه المباراه. انا اعتقد الامور تسير بشكل ايجابي، نتمنى نسال من الله ان يوفقنا في ان يكون منتخبنا يعني عند حسن ظن الجميع.